شعر وانتشر فيديو. تعالوا سوا بناخذ هذا الشعر مجانا من ماب بمهمات جدا سهله. وكمان يا اصدقاء بعتذر عن الانقطاع هذه الفتره بسبب الدراسه وتراكم الاختبارات، لكن اي شيء بينزل بيكون مميز ومجانا بنزله لكم. بعرف كثير اشياء نزلت مجانيه لكن هي مش مميزه. هيدا الشعر الكل بده شعر مجانا. تعالي يا حلوين سوا بننتقل للماب مشان نعرف كيف ناخذ هذا الشعر مجانا. حطوا لايك حبايبي، كل اسم صلاة على النبي، ويلا سوا على الماب. جايز هذا هو الماب، ورابط الماب بتلاقوه في صندوق الوصف. كثير منكم بيسألني شو هو صندوق الوصف. صندوق الوصف تحت عنوان الفيديو مكتوب المزيد، هذه هي المزيد، بتكبس عليها بتلاقي رابط الماب، فقط اكبس على المزيد هذه ويفتح معك الماب بهذه الواجهة. ومطلوب منك تجمع 12 نجمة. هلا معي 8 نجوم، بجوز انت معك اقل نجوم او اكثر نجوم، او بجوز مش معك نجوم. كيف تجمع النجوم؟ تجي لهيدا المكان، بتوقف على هيدي النجمة وبتكبس على علامة الكف اللي تظهر معه. بعدها بيبدأ على الثواني 3 2 1 go. بعدها جايز مثل عرضة الازياء، كل ما عليك انك بتكبس على الشاشة، بتصير تكبس على الشاشة تكبس على الشاشة. مثل ما بتشوفوا هون شريط بيرتفع معنا ويبدي بيعد ارقام معنا 3 4. اوكي جايز، بعدها بينتهي العرض، وكانما عرض زياب ينتهي العرض. بتمشي معك هذا الشريط مثل ما بتشوفون. هلا انا مشي مع الشريط ودخلت في المستوى التاسع، او حصلت على النجمة التاسعة. وبهيك يا اصدقاء انكم بتجمعوا النجوم بهذه الطريقة ظهرت معكم في وقت. اوكي، كل ما بتفوت لهذا المكان بيظهر وقت، لازم تنتظر الساعة لتختفي. بعدها بتكبس على علامة الكف وبترجع كمان يا صديقة، بتصير بتكبس على الشاشة بتكبس على الشاشة. وبهيك يا صديقة انك بيبدي يمشي معك الشريط من النجمة الثامنة الى النجمة التاسعة الى النجمة العاشرة. حد ما يبتيه معك الشريط بيحسبون لك نجمة. مثل ما بتشوفون هلا انا في النجمة التاسعة، بيمشي مع هذا الشريط اللي صاير تحت من رقم 9. اوكي، هلا جايز انا قصيت بالفيديو مشان مش اطول معاكم، هي نفس الخطوات. اوكي جايز، فقط بتنتظروا الساعة لتختفي، يعطيكم وقت هون تنتظروا لا يختفي. بعدها بتفوتوا على هذا عرض الازياء وبتكبسوا على الشاشة ويمشي معاكم الشريط. وبهيك يا صديقي بتوصلوا 12 نجمة. اوكي، 12 نجمة بتحصلوا على الشعر المجاني. وبهيك يا حبيبي نحن كملنا 12 نجمة، ومثل ما بتشوفوا هلا اعطانا الشعر المجاني. هلا يا اصدقاء بتخرجوا من الماب، اوكي، وبتروح على المخزون، بتلاقوا الشعر اصبح معكم في المخزون. بنروح على المخزون، اوكي، مثل ما بتشوفوا هلا في شيء جديد، وهذا هو الشعر المجاني. واو واو واو، عن جد كتير كيوت، حبيته. كتبوا رايكم في الكومنتات حبيتوا او لا. ولنا يا حبيبي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى استفادة المقطع. كانت معكم نوبة دبتة، في امان الله ومع الف سلامة.